عمار رئيس الدائرة اللي تم تحويله إلى دائرة فوكا ولاية تيبازا. فأنا عاجز لساني عن أي كلام لأنني عملت معه لمدة 10 شهور وما عرفت عنه إلا الخير. فكان حارس على هذه الدائرة لأنه رئيس دائرة، كان حارس على هذه الدائرة، كان يلومنا، كان حتى توقع ما بيناتنا حتى مناوشات من أجل العمل، وهذا صحيح، كان يناوشنا من أجل العمل. ولذا أشكركم مرة أخيرة ومن هذا البلدية ومن مكتب رئيس البلدية نكرم السيد سي عمار فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، والله يسعدني ويشرفني أن أتلقى مثل هذه المبادرة من طرفكم، ومن خلالكم أشكر السيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون على تجديد ثقته في شخصي. وتجديد الثقة في شخص لا دليل على أنها تكريم وتقدير للإنسان لا غير. كما أتقدم إليكم وأنا أتأهب لا أقول لمغادرة رأس الواد، أتأهب لأنني قادم إلى دائرة فوكا، ولا أقول بأنني أغادر رأس الواد، لأنني رأس الواد وليت لمدة 4 سنوات من 10 قوم 40 يوما. احنا 4 سنوات في 12 شهر، كل شهر في 30 يوم، يعني أصبحت واحدا منكم، ودائما أعتبر نفسي أنني جزء عضو من المجلس الشعبي البلدي. أديت مهامي بكل إخلاص وعزم وتفاني، ولم أدخر جهدا في ذلك. أتأهب وأنا أفكر في رأس الواد مزدي لكم شكري وتقديري وعرفاني لما أبديتموه وما قدمتموه من دعم لي من خلال تعبنا درنا سمعنا بنا وقبل أن نختم هذا اللقاء عندي سي إبراهيم نكلفه باش يعطينا كلمة مع سي عبد المجيد السلف. هذو الزوج يعطيونا كلمة فينا. نطلب من المجلس الشعبي البلدي لبلدية رأس الواد، عندهم ناس مثقفين وعندهم ناس دكاترة وعندهم ناس أهل التاريخ وعندهم كذا، ينتبهوا لهذا الجانب التاريخي. إذا مرة أخرى شكرا لكم جميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية الشيء اللي أقدمه أنه السيد رئيس الدائرة يعني على المجهودات التي بذلها لأداء مهامه وللتكفل بانشغالات مواطني دائرة رأس الواد. وأنا يعني عرفت السيد رئيس الدائرة منذ 4 سنوات، يعني منذ مجيئه، وأنا أتذكر اليوم الذي التقيته أول مرة وإحنا داخلين سيد الرئيس للولاية، يعني أول حتى ما على بالوش من يدخل، كي التقيت معه أول مرة كان ما على بالوش من قال لي من رايحين نطلعوا للاجتماع في نهاية 2018. وانا ذاك كنت رئيس من شعبي بلديه تكستير، ورغم يعني ان البلديه تكستير تابعه لبلديه عين تيغروت، الا انه يعني بسبب يعني تواضعه واحتكاكه بكل الفئات وكل ذاك، يعني كانت عندي علاقه وكانني تابع الى دائره راس الواد، يعني فنشكره على هذه الميزه التي كان يتميز بها والمعامله التي كان يتصف بها مع جميع المسؤولين على مستوى
الولاية وعلى مع جميع المواطنين كما كان يقول في بلدية رأس الويد أو دائرة رأس الويد.